بيان رقم 5. بسم الله الرحمن الرحيم. وان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. صدق الله العظيم. بعون الله وفضله قامت بعض عناصرنا التابعه للواء احرار الشمال بقتل العقيدين عبد الكريم الراعي وفؤاد شعبان، وذلك في حي قرلق الواقع بين دوار قاضي عسكر ودوار باب الحديد. كما قامت بعض عناصرنا بالامس باستهداف العميد خليفة عبد الله من مرتبات الكليه الجويه، وذلك من اجل تخليص شعبنا من بطش هؤلاء القتله الذين تلطخت ايديهم بدماء شعبنا الثائر والذين شاركوا الاعتداء على اهلنا في اعزاز. واننا على العهد باقون كما عاهدنا شعبنا بالدفاع عنه، فاننا نؤكد اننا سنقوم باستهداف كل من يقوم بالاعتداء على الشعب السوري من ضباط وامن وشبيحه. والله اكبر والعزه للاسلام والنصر لشعبنا الثائر. لواء احرار الشمال حلب 29/3/2012.